السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرتنا الأولى من شرح كيمياء عضوية 241. إن شاء الله هنشرح كورس عضوية 241، وبإذن الله هنوفر لكم محتوى علمي كويس جدا وشرح وحل أسئلة وتطبيقات كتير جدا على كل الحاجات اللي احنا بنعملها. فأول عنوان هناخده في عضوية 241 هو الكيمستري اوف الكينز، تمام؟ هناخد كيمياء الألكينات. هنتعرف المرة دي بإذن الله يعني إيه ألكين، إيه المميزات بتاعة الألكين، بعد كده هناخد تحضيرات الألكين، التفاعلات بتاعته، كل حاجة هنكمل بإذن الله، وهتبقى الأمور معانا سلسة بإذن الله والدنيا تمشي كويسة. يلا بينا نبدأ كده وناخد يعني إيه ألكين. بيقول لي إن الألكينز are unsaturated hydrocarbons، يبقى الألكينات هي عبارة عن unsaturated hydrocarbon. hydrocarbon يعني مركبات تتكون من الكربون والهيدروجين فقط. طيب unsaturated ازاي؟ ان بتحتوي مش كل رابطها سيجما، بمعنى ان انا لو جيت في الالكان كنا بنعمل ايه؟ بنيجي الكربونه بيبقى طالع من كل كربونه اربع روابط سيجما، لكن بيقول لي الالكين بيبقى فيه حاجه تانية، ان بتلاقي فيه دبل بوند، يعني جنب من جناب اللي طالعين من الكربونه بيبقى فيه رابطتين، واحده سيجما وواحده بيسموها رابطه باي. هنفهم بقى ايه قصتها وايه الرابطه سيجما والرابطه باي. فالمهم اللي انا عايزك تفهمه ان الرابطه دي بيسموها unsaturated، ودي بتبقى unsaturated carbon، تمام؟ دي اللي بتميز الالكينز، ودي اللي بتخلي كيمياء الالكينز شويه مختلفه عن الالكان، تمام؟ دي تعتبر فانكشنال جروب، ودي اللي بتديها الصفات بتاعتها. يبقى اذا الالكينز بتحتوي على كربون كربون دبل بوند، يبقى سي دبل بوند سي، دي اهم ما يميز الالكين، ده بتحتويه في السكيلتون بتاعتها. طيب ليها جنرال فورمولا؟ ليها جنرال فورمولا ولازم تحفظها، عشان انا ممكن ادي لك عدد الكربون واقول لك توقع لي هيبقى الصيغه بتاعته ايه، تمام؟ طيب الجنرال فورمولا بتاعتهم عباره عن CnH2n، لو فاكر الالكان كانت CnH2n بلس 2، لكن هنا في الالكين بشيل بلس 2 بتبقى Cn H2N. لو كتبت اي الكين بس اهم حاجه يكون فيه دبل بوند واحده، هتلاقي ان فيه واحده دبل بوند، وبتلاقي ان قصاد كل كربونه فيه اثنين هيدروجين. طيب بيقول لي ابسط ممبر من الفاميلي بتاعت الالكين هو مين؟ هو الايثين، او زي ما بيسموه للتسهيل اللي هو الايثيلين، لان اقل عدد انه يبقى فيه كربون كربون دبل بوند ان يبقى فيه عندي على الاقل كربونتين، وده بيخلي ان هم اصغر ممبر فيهم فيه اتنين كربون اللي هو الايثيلين. طيب بيقول لي الالكينز كمان ليها اسم تاني قديم، تسميه قديمه شويه ولكن لا زالت مستخدمه، يعني في الكيمياء لو سمعتها مش مستغربه. بيقول لي الالكينز احيان كتيره بيسموهم اوليفينز، تمام؟ اوليفينز انت بتحس كانها اويل بس متحرفه، بيدلعوها شويه، وهي فعلا ده الاصل بتاعها، لان دي مصدرها اللغه اليونانيه، ودي جايه من كلمه اسمها اوليفانتس، تمام؟ او اوليفانت، اوليفانت دي معناها مينينج الاويل فورمينج او الاويل فورمرز، مكونات الزيوت او مصنعات الزيوت. دي اسم قديم وتسميه مبنيه على بعض الخواص القديمه للالكينات اول ما اكتشفت. بيقول لي ان الالكين اول ما اكتشفوها لقوا ان المواد دي بتكون مركبات زيتيه لما تتفاعل مع الكلورين، تمام؟ وعشان كده بقى اسمها مكونات الزيوت اوليفين، تمام؟ دي اصل التسميه، بس يعني دي حتى لو سمعت اسم اوليفينز او كده يبقى انا بقصد الالكينز، بس هو دلوقتي ماشي التسميه الكان الكين اللي هي الاسامي دي، ما عادش حد بيستخدم قوي حته اوليفين والكلام ده كله، ولكن ده اصل التسميه بتاعته. طيب اول ما هنبدا زي ما خدنا في الالكان، فلازم نبدا كمان المره دي بالهايبرديزيشن. يعني ايه هايبرديزيشن؟ تعالوا نراجع عليه كله بالتفصيل. بيقول لي الهايبرديزيشن، وات از هايبرديزيشن؟ الهايبرديزيشن ده هو عبارة عن a redistribution of energy orbital of individual atoms to give orbital of equivalent energy، ماشي؟ ده امتى بيحصل؟ لما الاتوميك اوربيتال combine to form a hybrid orbital in molecule. يبقى الاتوميك اوربيتال، طيب انا تهت، انا عن نفسي وانا بقرا الكلام انا تهت، تمام؟ مريحك انا واجيب لك تعريف مختصر للالكينز. الالكينز باختصار هم عملية ميكسينج للاتوميك اوربيتال. طيب بالبساطه كل القصه اللي انا قلتها لك فوق دي كلها انساها، من الاخر
التهجين هو عمليه ميكسينج لاتوميك اوربيتال من اكتر من الكترون ساب شيل، تمام، المستوى الاس والمستوى بي، ساعات بيبقى اس وبي ويكمل كمان للدي، فده معنى الهايبرديزيشن. تمام، في الاورجانيك احنا بنبقى مهتمين قوي بالاس والبي ميكسينج، اس بي ميكسينج، تمام، عشان يديني اكتر من نوع من الهايبرديزد اوربيتال. يبقى فكره الهايبرديزيشن هو عباره عن عمليه ميكسينج للاس والبي اوربيتال فقط من غير القصه اللي احنا قلناها فوق. طيب تعالوا كده نشوف ايه الشكل. بيقول لي انت لو عملت ميكسينج للاس اوربيتال اللي هو شكله بيكون شكل كروي سيمتريك، وما بين البي اوربيتال اللي بيبقى واخد شكل الدمبل شيب وبيبقى متقابلين بالراس وعنده منطقه ينعدم فيها الكثافه الالكترونيه او تكون الكثافه الالكترونيه اللي هي مين النود اللي هنا دي اللي هي النيوكليوس، وهنا شكل الكثافه الالكترونيه اللي بياخذها مين المستوى بي. طبعا البي منه ثلاث انواع، بي اكس وبي واي وبي زد، انا جايب لك اس مع البي، ما تركزش بقى هو يعني بي مين فيهم، مش موضوعنا، تمام. لما بعمل ميكسنج ادي اوربيتال واوربيتال ثاني، يبقى انا عملت ميكس الاثنين اوربيتال، هيطلع عندي اثنين اوربيتال. طيب معنى ان انا عملت ميكسنج ان انا هطلع اوربيتال جديد لا يشبه خواص اي منهم، هو يمثل حاله وسط ما بينهم، تمام. طيب يبقى بيقول لي هذه الاوربيتالات الذريه طلعت لي اوربيتالات مهجنه، كام اوربيتال؟ احسب العدد اللي انت بادئ بيهم، انت بادئ بواحد من البي وواحد اس، يبقى هيديني اثنين اوربيتال كل واحد اسمه اس بي، يعني ده اسمه اس بي لان هو الكاركتر بتاعته وسط ما بين الاس وما بين البي. طيب وده برضو اس بي، تمام، يعني لما اقول لك اس بي اوربيتال انا ما بقولكش اثنين اوربيتال، انا بقول لك ده اسمه اس بي اوربيتال وده اسمه اس بي اوربيتال، تمام. فدي الفكره ان ده زي اسمك، انت مثلا لما بتقول لي اسمك بتبدا باسمك وبعد كده بتقول لي اسم والدك، فهي نفس الفكره، الاس بي اوربيتال ده بيقول لي على عيلته، تمام. فبالتالي لما اقول لك اس بي اوربيتال ده يعني اوربيتال ده. طيب لما اقول لك انا عندي 2 اس بي اوربيتال، ايوه يبقى 2 ده اس بي اوربيتال وده اس بي اوربيتال، تمام. طيب عدد الاوربيتالات الناتجه من التهجين بتساوي عدد الاوربيتالات الذريه المشاركه في التهجين، تمام. يبقى اتعلمنا دلوقتي ان التهجين هو عمليه ميكسنج للاتوميك اوربيتال. طيب عمليه الميكسنج دي هتكون لي ايه؟ هتكون لي نيو هايبرد اوربيتال، اوربيتالات جديده مهجنه تجمع في خواصها بين مين ومين، بين يعني حاله وسط من الخواص بتاعه الاوربيتالات الذريه المكونه ليها. حاجه ثانيه بيقول لك ان الاوربيتالات المهجنه تكون اكثر بروزا جهه الخارج، تمام، عشان بكده بيكون من اهم مميزاتها ان هي بتكون رياكتيف وبتكون بوند. حاجه ثانيه لو شايف شكل الاوربيتال بي، حتى وان كانت الرسمه شويه تعبانه يعني، وبص شكل الاوربيتال المهجن اللي هو الاس بي اي واحد فيهم، هتلاقي ان اللوبس اللي هنا النص اللي فوق شبه النص اللي تحت سيمتريك. بيقول لي لا، الاوربيتالات المهجنه بيكون فيها لوب كبير والتاني صغير، تمام، لان هي اصلا جايه من اتنين اوربيتال مش سيمتريك، فحتى الدمبلز او الشكل اللي اتكون مش هيكون سيمتريك، بس بيكون فيه جنب اكتر بروز للخارج، وده بيخلي الهايبرد اوربيتال مور رياكتيف وبيكون فرصه انه يكون بوند اقوى، تمام. اهو ده كده يعني حاجه مبسطه ان انا بقول لك فكره الهايبرديزيشن، اهو ان انا مثلا كده كانه كائنات خياليه يعني خلطناهم مع بعض عملنا لهم هايبرديزيشن اداني وحيد القرن، تمام. ده من ضمن يعني ايه يعني تقريب الفكره مش اكتر، عشان بس اللي بيقول لك ايه التهجين وايه القصه دي، طيب هل التهجين ده حاجه موجوده ولا حاجه مش موجوده؟ يلا نعرف الكلام ده صح ولا مجرد كلام على ورق، تمام. تعالوا ناخد احنا بالنسبه لي كاورجانيك كيمست، انا يهمني مين؟ يهمني الكربون، يهمني الكيمستري اوف كربون، اورجانيك كيمست بالنسبه له الكربون وبس، تمام. تعالوا كده نشوف الهايبرديزيشن اوف الكربون. تعالوا ناخد التوزيع الالكتروني الجراوند ستيت للكربون اتوم. الكربون 6 بيبقى فيها 6 الكترون، يبقى في الاس في 2، في الواحد اس وفي الاثنين اس في 2، وفي الاثنين بي في 2 الكترون. لحد كده تمام. تعالوا نقف ونشوف ايه المشكله اللي واجهت العلماء اول ما درسوا الكربون، وايه المعضله اللي خلتهم يقترحوا ان في تهجين في ميكسينج. بيقول لي حاجه اتعلمناها من زمان
ان اللي بيشارك في تكوين البوند هو الامبيرد الكترون، يعني الالكترونات المفرده. طبعا هنا في غلطه فادحه بس ماشي هنعديها، ان هو لو التوزيع الالكتروني صح هيبقى السبين بارلل. تمام، هي بس يعني تاخد بالك منها اهو، بيبقى الالكترونز لما تبقى مفرده بيكون السبين بارلل مش انتي بارلل، يعني ده بس كده تبقى واخد بالك بالحته دي يعني عشان عيب تغلط في حاجه زي دي دلوقتي. طيب في الوضع ده كان المفترض ان الكربون يكون فقط ربطتين، يعني تلاقي ان في مركب CH2 ده اللي كنا متوقعينه من التوزيع الالكتروني، اللي احنا مشينا ورا التوزيع الالكتروني، فكل الكترون مفرد هيجي له بيرنج بالكترون مفرد جديد وبكده يكون ربطتين فقط. ولكن اللي وجد فعليا ان الكربونه بتكون اربع روابط، ده احنا علاقتنا بالكربونه كلها انها بتكون اربع روابط. تمام، ان انا وجدت جزيء زي الميثان بيكون اربع روابط، تمام، يبقى ده كده 4 اتش. طيب نكمل باقي بقى، فايه القصه؟ مش كده وبس، ده كمان طول البوند دي كلها متشابهه، يعني البوندز دي كلها ايكويفالنت. طيب لازم يبقى في تفسير منطقي، ازاي الكربونه قدرت تعمل اربعه بوند؟ ومش كده وبس، لازم تديني تفسير منطقي ليه الاربعه بوند متشابهين. كان التفسير الوحيد ان حصل هايبردايزيشن، حصل ميكسينج ما بين المستوى اس الاثنين اس والمستوى 2 بي. واحد يقول لي طب ليه الواحد اس ما شاركش؟ الميكسينج ده بيكون ما بين اوربيتالز الى حد ما قريبه في الطاقه، الاس ده بيبقى في الكور قوي بعيد عن ال 2 بي. تمام، يبقى بيحصل ميكسينج ما بين ال 2 اس وال 2 بي. تمام، ويحصل ما بينهم الميكسينج. طيب عمليه الهايبردايزيشن بتتم على خطوتين اساسيين، رقم واحد اكسيتيشن، رقم اثنين ميكسينج. يبقى الهايبردايزيشن هو عمليه مكونه من خطوتين، الخطوه الاولى اكسيتيشن، الخطوه الثانيه ميكسينج. طيب تعال نشوفوا ليه بيحصل اكسيتيشن، او بيحصل يعني بمعنى ادق مش اكسيتيشن، بروموشن. بيقول لي بص في الجراند ستيت اهو الواحد اس ولا كاننا شايفينه، هنبص هنا على الاثنين اس، انا عملت اكسيتيشن لواحد من الالكترون راح للبي زد اللي كان فاضي، حد كده مفيش مشكله. تمام، بقى عندي كام كام الكترون مفرد؟ بيقول لي عدد الالكترونات المفرده هنا امبيرد الكترون بقى 4. حلو قوي، انا كده اقدر اكون 4 بوند واعمل جزيء الميثان بتاعي وافسر ليه الكربون بتعمل 4 بوند. حلو، بس كده لو عملت البوند بالوضع ده مباشره في نقطه ناقصاك، ايه هي؟ ازاي تفسر لي البوند اللي ناتجه من ارتباط الهيدروجن مع الكترون من البي هنا هتبقى شبه البوند اللي ناتجه من ارتباط الهيدروجن مع الاس بتاع الكربون؟ لا، المفروض ثلاثه يبقوا شبه بعض والبوند الرابعه مختلفه، بس اللي وجد عمليا ان الاربعه بوند في الميثان متشابهين. يبقى اول خطوه هي الاكسيتيشن عملت لي ثلاثه اربعه الكترون مفرد، تمام، يعني اربعه الكترون جاهزين ان يعملوا بوند رياكتف. طب ايه المشكله؟ المشكله ان هو لسه ما زال عندي المعضله الثانيه، حته ان الاربعه بوند في الكربون سيمتريك. بتيجي ازاي؟ بتيجي من الخطوه الثانيه في التهجين اللي هي الميكسينج. الميكسينج ازاي؟ ركز معايا، لو عملت ميكس للاس مع الثلاثه بي هيديني كام اوربيتال؟ ادي مشارك اوربيتال 2 3 4، هيديني 4 اوربيتال، كل اوربيتال منهم عباره عن ايه؟ عباره عن اس و3 بي اس بي 3. هتجنني ليه وكاتب لي 4 ليه؟ ايوه، ما هو الاوربيتال كل اوربيتال طالع جديد هو بيمثل 25% من صفته من الاس و75% من صفاته ناتجه من البي، فانا بميزه بالحته دي، يعني الرقم اللي فوق ده لا ده جزء من الاس مش عدد الاوربيتال، عدد الاوربيتال بكتبه قدامه. طيب يبقى انا لما بعمل تهجين ويطلع عندي واحد اس مع ثلاثة اوربيتال من البي بيديني أربعة اوربيتال اس بي 3. تمام، يبقى دايما انت معاك عملية ميكسينج لمستوى اس مع البي، عدده كام من البي هيميزه لك الرقم ده. تمام، ده عمل اس مع الثلاثة اوربيتال بتوع البي. طيب
واحد من الاس وثلاثة من البي يبقى هم الأربعة أوربيتال اللي عندي. أربعة أوربيتالز إكويفلنت متشابهين جدا وكلهم إلكتروناتهم مفردة بيكونوا قادرين على تكوين أربع روابط. حد كده تمام. بس ده ما فسر ليش برضو، ده كده يفسر لي الرابط في الألكان بس ما فسر ليش الرابط في الألكين. بقول لي بسيطة، أنت مش عملت ميكسينج المرة الأولانية لأوربيتال من الاس مع كل أوربيتالات البي. كويس، هو الاس أصلا فيها أوربيتال واحد، خلاص المرة الجاية استثنى. طيب آدي الاس الاثنين اس، واعمل ايه بقى؟ طبعا حصل اكسيتيشن وكل حاجه تمام، اعمل ميكسنج للاس مع اثنين من البي وسيب واحد من البي لوحده، ولا تعمل له ميكسنج ولا حاجه عشان هيبقى لوحده وحش، مش عايزينه ده دلوقتي، ده مش لازمنا. كويس. طيب الكربونه دي هتعمل ايه؟ هتعمل ثلاثه اوربيتال اسمهم ايه؟ ثلاثه اوربيتال. طيب اسم كل اوربيتال منهم هو ناتج من اتحاد مستوى اس مع البي منه 2، يبقى اس بي 2 اداني كم اوربيتال منهم؟ 3، لان هو اتحد غرفه من الاس مع 2 من البي، يبقى اداني 3 هايبرتايزد اوربيتال اس بي 2. طيب بالنسبه للي سبناه ده احنا مش عايزينه، والله احنا دلوقتي مش لازمنا، لحد دلوقتي سيبه. طيب دول هايبرتايزد اوربيتال. طب تمام، الهايبرتايزد اوربيتال بيبقى الطاقه بتاعته شبه الاس ولا شبه البي؟ بيقول لي بتمثل حاله وسط، هيبقى اعلى في الانرجي من الاس واقل في الانرجي من البي. تمام. طيب كويس. طيب لو انا عايز اعمل الاستيلينيك كومباوند، عايز اعمل اس بي، اخلط واحد لواحد، هو انا ليه خلطت المره الاولانيه الاس مع الثلاثه؟ منطقي المره دي يعني سبت واحد من البي، لا طب انا المره الجديده بقى هخلط واحد من الاس مع واحد من البي، او واحد من الاس مع واحد من البي، والباقيين هسيبهم من غير تهجين. طيب تمام، هيديني كم اوربيتال؟ هيديني واحد اثنين اثنين اوربيتال، اسم الاوربيتال الواحد منهم اس بي، ان هو نص صفاته جايه من الاس والنص الثاني جايني من البي. كويس. طيب والاثنين دول ما تهجنوش، لسه اتوميك اوربيتال، لسه طاقتهم زي ما هي، ولكن خد بالك خد بالك ان هم فيهم الكترون مفرد، يعني ما زال عنده القدره على تكوين بوند، ولكن هيكون بوند مختلفه عن دول. معايا؟ ثانيه بقى عشان ما تتوهش مني. يبقى انا الهايبرتايزد اوربيتال دول الاثنين هيكونوا بوند شبه بعض. طب ودول مش هيكونوا بوند؟ هيكونوا. ليه؟ لان هما مش بيرد، مش شبه ده، لا ده هما ما زالوا غير مزدوجين، يبقى هما رياكتف، بس هيكونوا بوند مختلفه عن دول، عن الهايبرتايزد اوربيتال. تمام، خلي المعلومه دي في دماغك عشان هنفهمها دلوقتي، يعني شويه كده هنفهمها بالظبط ايه القصه دي. طيب يبقى انا بالنسبه لي في الالكينز بهتم بنوع مين؟ الاس بي 2 هايبرتايزيشن، بهتم بنوع الاس بي 2 هايبرتايزيشن. طيب يبقى الاس بي 2 بخلط مين؟ بخلط المستوى اس مع 2 من المستوى بي، بسيب واحد من البي لوحده اهو، ولا حصل له اي حاجه. من احنا قلنا ان البي بيبقى منها في واحد في المستوى اكس وواحد في المستوى واي والتاني في الزد، فاعتبر ان ده مثلا البي زد، تمام، اللي هو بيربنديكولار عليه، فمش قصه يعني. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. عملت ميكسنج الاثنين دول مع ده، يبقى واحد من الاس مع اثنين من البي، يعني عملت اس مع البي، بس هحط اميز نسبه الخلط اس بي 2، هيديني كام اوربيتال؟ 1 2 3، هيديني 3 اوربيتال اس بي 2، يبقى واحد وادي الثاني وثالث اوربيتال. طيب دول هايبرتايزد اوربيتال، ثلاثه اوربيتال اس بي 2. طيب ايه اللي اكدني كمان ان هم هايبرتايزد اوربيتال؟ ان الثلاثه اوربيتال اللي نتجوا متشابهين في الشكل ومختلفين في شكلهم عن البي وعن الاس. ليه يا عم؟ البي لو خدت بالك الاوربيتال كان سيمتريك،
هنا لا، جنب منه اكتر بروز من الجنب الثاني، وده بيأثر قلنا برضو بيفسر ليه الهايبردايزد اوربيتال بيكون مور رياكتيف، تمام، بيكون اكتر بروز ناحيه الخارج من الاتوم بتاعته. يبقى كده انا باخد التهجين بتاع الالكينز، عملنا تهجين اس بي 2، خلطت اوربيتال من الاس مع 2 اوربيتال من البي، سي مثلا البي اكس والبي واي، فاداني 3 اوربيتال. يا ريت ما تغلطش في الحته دي، 3 اوربيتال كل اوربيتال منهم اسمه اس بي 2، اسمه كده اس بي 2، يعني هو اوربيتال واحد. ايوه الاس بي 2 ده اوربيتال واحد، ده اوربيتال اس بي 2 اسمه اس بي 2، وده كمان اسمه اس بي 2، وده كمان اسمه اس بي 2، تمام. اس بي 2 ده مش عدد، اس بي 2 ده اسم. طيب الاوربيتال اللي ما حصلوش تهجين اهو سايبيني زي ما هو، والجنبين بتوعه شبه بعض مع اختلاف في، طبعا انا بغير لك اللون بس عشان اقول لك ان ده مثلا بيكون الداله اللي بيصنعها الالكترون او شكل الفانكشن ويف فانكشن بتاعت الالكترون، هنا بتكون بالموجب وهنا مثلا بالسالب، المهم ان هما بيكون الويف فانكشن هنا معكوس للثاني ولكن هو سيمتريك. طب لحد كده كويس. الثلاثه دول هيكونوا بوند في الالكين شبه بعض، وده هيكون نوع ثاني من البوند مختلف، وده اللي هيميز لي الالكين. كويس، تعالوا ندخل على السلايد اللي بعدها نفهم الموضوع ده. طب انت شرحت لي الكربون، والكربون سهل، بس انا دايما لما باجي في الامتحان بلاقي حاجات تانية طول السنه بتشرح لي 1 زائد 1 يساوي 2، وبعد كده الاقي الدنيا بايظه في الامتحان. بص تعالى ناخد تهجين حاجات اعلى من الكربون، بعد الكربون تعالى ناخد النيتروجين وناخد الاكسجين ونفهم الدنيا هتمشي ازاي. طيب في الكربون كنت بعمل بروموشن لواحد من الالكترون، لو خدنا مثلا ده النيتروجين، النيتروجين فيه 7 الكترون زي ما قلت لك، الواحد اس مش ناحيتنا فهناخد 2 اس وال2 بي. طيب ادي النيتروجين كويس، الدنيا تمام جدا. طيب لما بتيجي النيتروجين تتفاعل بتعمل 3 بوند، 3 سيجما بوند، انا كنت فاكر حتى جزيء النيتروجين حافظينه من سنين بيعمل ربطه ثلاثيه، كنا بنقول ربطه ثلاثيه قويه جدا والكلام ده كله. طيب حد كده كويس، دخلتني ليه في قصه التهجين والقصص دي كلها بقى. النيتروجين كده براءه من التهجين، بيعمل 3 بوند وعنده 3 امبيرد الكترون والدنيا حلوه قوي. قال لي كويس تمام جدا، ده النيتروجين ده طالع مريح جدا، بس في مشكله رهيبه، النيتروجين مش بيشتغل بيز. حلو، البيزيزيتي او فكره ان هو يبقى بيز جايه من ايه؟ بيقول لي عليه لومبير، عليه لومبير اوف الكترون. دايما لما برسم النيتروجين تمام، مثلا لو قلنا NH3 ابسط جزيء يعني امونيا، برسم عليها لومبير اوف الكترون، اوضحهم لك هنا. بيقول لي لو دول 3 بوند، 3 هيدروجين ماسكين في الثلاثه دول، انا همشي معاك دلوقتي على الكلام اللي انا قلته لك، حتى لو غلط امشي معايا واحده واحده. الثلاثه اتش جايين من 3 الكترون من بتوع البي. طيب اللومبير دول لو هم بتوع الاثنين اس كان هيبقوا مدفونين جوه بعيد جدا، مش هيتفاعلوا، مش هيبقوا بره كده وجاهزين يتفاعلوا مع اي حاجه ويشتغل ال NH3 كبيز. قال لي لا، ده اللومبير دول بيبقوا ظاهرين جدا وطالعين لبره ورياكتيف جدا ويبقوا واضحين جدا على النيتروجين اتوم. اذا لازم في تفسير يوضح الرياكتيفيتي دي. التفسير الوحيد ان اللون بير اللي على النيتروجين جايين من هايبردايزد اوربيتال، يبقى لازم ادخلهم في التهجين. تعال بقى نشوف التهجين في النيتروجين، مفيش اي مشكله. عايز تعمل اكسيتيشن مش عايز تعمل اكسيتيشن، انت كده ولا كده عايز تعمل ميكسنج لدول، يعني انت لو طلعت واحد من هنا لازم يعمل بيرنج مع اي واحد من دول، مفيش مشكله يعني اعمل يلا الميكسنج. عملت الميكسنج، اداني كام اوربيتال؟ اداني 4 اوربيتال. اس بي كام؟ 3 من بي وواحد من الاس، يبقى اس بي 3 اداني كام اوربيتال؟ 4، بس قال لي فيهم ايه؟ فيهم من الاربع غرف اللي عندي واحده مقفوله، واحده مقفوله لان هي بيرد، فهي في وضعها كويس جدا
في هيبقى عندك 3 اوربيتال بس اللي هيعملوا البوند. طب ده كله ليه؟ عشان افسر ليه اللون بير طالعين بره خالص على النيتروجن وبيتفاعلوا مع اي حاجه، وده ليه؟ النيتروجن او اي مركب فيه نيتروجن يعني غالبا بيشتغل او ليه بيزك كاركتر. تمام جدا، يبقى ده تفسير اللون بير. تعال كده نشوف بالنسبه للاكسجين. قال الاكسجين بنفس الطريقه، كل الموضوع ان هو في الاس والبي كمان في بيرد اوربيتال. تمام، في بيرنج كمان بدا يظهر في البي، انا بزود مع النيتروجن 8. تمام، طبعا قلنا الواحد اس 2 خلاص بعيد عننا، وادي 2 و2 و2 دول 6، والاثنين بتوع الواحد اس كده 8. طبعا من المنطقي جدا واللي انا عارفه طول عمري ان الاكسجين ثنائي التكافؤ عشان هو عنده 2 الكترون امبيرد، فبيعمل بيرنج او بيساهم او بيشارك او بيكتسب الكترون، المهم ان هو حركته كلها في 2 الكترون. تمام، بس ده ما يفسرش ليه الاكسجين اتوم. لو جينا نرسم مثلا جزيء الميه، ليه جزيء الميه ده حاصل فيه الانحناء وبياخد زاويه ب 104.5؟ بيقول لي هو فيه 2 لون بير، مش واحد ده فيه 2 لون بير. تمام، على ذره الاكسجين لو كانوا هم من اس وبي ما تقدرش تفسر هم ليه سيمتريك. يعني انت عمرك ما تعرف تقول لي لا ده اللون بير ده جاي من الاس وده جاي من البي، لا ده هم الاثنين شبه بعض. يبقى التفسير الوحيد برضو ان هو حصل ميكسنج لكل الاس مع كل البي واداني 4 اوربيتال زي ما قلت برضو من بدري في النيتروجين، 4 اوربيتال اس بي 3. تمام، بس في منهم اثنين مش هيشتغلوا معايا، فبرضو عادي خالص هيكون اثنين بوند، ولكن المره دي اللون بير اقدر افسر ليه سيمتريك، ليه طلعوا شبه بعض، ليه الرياكتيفيتي بتاعتهم شبه بعض. تمام، يا ريت الحته دي تكون وضحت. يبقى التهجين بتاع الكربون او الاكسجين او النيتروجين كلها قريبه من بعض، كل العمليه بيحصل فيها ميكسنج للاوربيتال، بس اي اوربيتال او اي غرفه من الغرف دي لما بيبقى فيها البير او الالكترون فيها بير ما تقدرش تعمل بوند، فبتعمل لي مين بعد الهايبرديزيشن؟ بتعمل لي لون بير اوف الكترون. طيب تعالوا بقى كده ناخد شويه حاجات ناخد بالنا منها، واللي خلي بالك قوي صحصح معايا هنا، عايزين نعمل اوتلايننج للهايبرديزيشن، عايز اعمل خطوط عريضه امشي عليها في الهايبرديزيشن. يقول لي وانت مغمض لو عندك مركب رقم 1 السيجما بوند، السيجما بوند، السيجما بوند اللي هي مين؟ دي مثلا كربون كربون، دي السنجل، السنجل دي لوحدها كده سيجما بوند، سنجل ايوه نوع الرابطه سيجما، يبقى السيجما بوند واللون بير بتيجي من مين؟ من هايبرتايزد اوربيتال، يبقى السيجما بوند واللون بير اوف الكترون بتيجي من هايبرتايزد اوربيتال. يعني لو قلت لك التهجين في ال NH3 هتعد ازاي؟ هتعد لي 3 ال NH3 3 H، وكمان اللون بير دول جايين من هايبرتايزد اوربيتال، مفيش حاجه بتديني 4 اوربيتال هايبرتايزد وسيمتريك غير ال SP 3. تمام، يبقى اذا لون بير او هايبرتايزد او هايبرتايزد اوربيتال بيتحسبوا هم كلهم مع نفس العدد وانا بحسب التهجين بتاع المركب بتاعي. يبقى لون بير او سيجما بوند جايين من هايبرتايزد اوربيتال. لو طلعت بالمعلومه دي بس النهارده انا كده راضي جدا. طيب الباي بوند، الباي بوند بتيجي من اللي انت زعلت منه من بدري وما كنتش عايزه، مين دول؟ ثانيه ركز معايا اهو، خليك هنا وهنا. جت منين؟ جت من الغلبان اللي سبته من بدري، مش ده بي اوربيتال وكان فيه لون بير، كان فيه امبيرد الكترون، اسف كان فيه امبيرد الكترون وكان جاهز يتفاعل. ايوه بس قلت لك هيكون بوند مختلفه عن اللي كونه الهايبرتايزد اوربيتال. الهايبرتايزد اوربيتال اللي بيكون يا اما بوند سيجما او مين لون بير اوف الكترون، يا لون بير اوف الكترون يا اما سيجما بوند، ده بقى بيمثل الباي بوند. يبقى الباي بوند تتكون من عمليه اوفرلابنج او انتراكشن ما بين الان هايبرتايزد اتوميك اوربيتال. يا ريت الحته دي برضو تبقى في دماغك دايما.
unhybridized orbital هتكون لي الباي بوند. مين الباي بوند؟ بيقول لي الباي بوند هي لو انا بصيت في اي مركب مثلا فيه دبل بوند كده، دي اسمها رابطه ثنائيه. تمام، حلو قوي. طيب لما دي رابطه ثنائيه بيقول لي اي اتنين اتوم ماسكين مع بعض برابطه سيجما اساسي، وممكن يمسك برابطه واحده او اكتر معاها روابط يقولوا عليهم روابط باي. تمام، روابط باي، روابط ضعيفه. يبقى كده وانا مغمض اي اتنين اتوم ماسكين في بعض، يعني لو هي سي سنجل بوند سي يبقى الرابطه دي سيجما بس، يبقى السيجما دي اساسي ودي القويه دي اللي بتمسك الاتومز مع بعضها. طيب لو حوالين السيجما دي اتكون حاجات تانية، تمام، يبقى مع السيجما لقيت حاجات تانية زي دي كده واحدة باي. طيب لو واحدة كمان اتنين باي، عادي من الباي يبقى اتنين عادي، بس ما ينفعش من السيجما يبقى اتنين، ما ينفعش ما بين السي والسي اتنين سيجما. تمام، يبقى ما بين كل كربون وكربون هي ايه؟ واحدة سيجما. طيب لو ما فيش الا واحدة بس تبقى هي سيجما، لو في اكتر من واحدة يبقى واحدة سيجما والباقي باي، وعد زي ما انت عايز تعد. تمام، يبقى كده. طيب الرابطة باي، الرابطة باي بتيجي من الاوفرلابنج او الانتراكشن بتاع الانهايبردايزد اوربيتال على كل اتوم مع الاوربيتال اللي قصاده من الاتوم التانية، وده بيكون الاوفرلاب بتاعهم بيكون ضعيف عشان بيكون الاوربيتال بيه اقل بروز، وكمان بيكون ليه شكل معين من الاوفرلاب هنعرفه برضه دلوقتي ليه بيبقى البي اوربيتال او الباي بوند بتبقى ضعيفة. تمام، تعالوا بقى كده نعمل مقارنة سريعة على الـ SP3 hybridization والـ SP2 ده المهم بالنسبة لنا، وكمان الـ SP hybridization. تعالوا نفهم القصة دي كلها. بيقول لي رقم واحد عايزين نقارن ما بينهم من حيث الشيب، الشكل. بيقول لي إن الـ SP3 hybridization بيديني شكل تيتراهيدرال، تيتراهيدرال رباعي الأوجه. طيب يعني إيه تيتراهيدرال؟ تيتراهيدرال ببساطة ان انت لو عندك الكربون اتوم ودي مثلا الاتنين بوند اللي طالعين منها في بلين، التنين مش هيبقوا كده في نفس مستوى الشاشة اللي قدامك، لا، لو الاتنين اللي تحت في مستوى الشاشة مسطح كده، دي في بوند هنا هتبقى طالعة ناحية وشك، انا اعملها لك بس ايه اغمقها شوية، والتانية رايحة لظهر الشاشة، والتانية رايحه ناحيه الظهر، يعني دي كده هتبقى طالعه لبره من الشاشه والثانيه رايحه للظهر. الشكل مجسم، الشكل 3D. تمام، ده لو هي تترا هيدرال. لو وصلت طبعا الرؤوس دي كلها ببعضها هتديني شكل رباعي الاوجه، حلو قوي. ده لو كانت مين؟ لو كانت SP3 هايبرديزيشن. وبتتميز بايه SP3 هايبرديزيشن؟ ان اربعة بند، لو رسمناها بالتبسيط يعني كده، يبقى الاربعة بند كلهم سنجل، الاربعة كلهم سيجما. تمام، هسيب على الرسم الغريب دي سيجما. طيب ده لو كان التهجين SP3. طيب الشكل في SP2 بيقول لي ايه؟ تريجونال بلانر، بلانر يعني مسطح، وتريجونال. تعالوا نفهم القصه. يقول لي لو جيت تشوف التهجين بتاع مثلا اي اتوم فيها دبل بوند، لو خدنا الكربونه دي دبل بوند، فبيقول لي اجباري هتلاقي الاثنين بوند التانيين في نفس البلين. فانت لو جيت قلنا مثلا الاتوم دي A ودي B، قال لي لو وصلت دول كلهم كده مع الاتوم اللي هنا مثلا، هتلاقي ان هي عامله شكل مثلث مسطح، شكل مثلث مسطح، الاوربيتال اللي مكونه البوند دي كلها عامله شكل مثلث مسطح. طيب امال انت في الاس بي؟ بيقول لي لا، في الاس بي بيبقى عباره عن تداخل لينير خطي، لان هي بتبقى رابطه سيجما ومعاها 2 باي. تمام، فما فيش فرضيه غير انه يبقى كله على خط واحد. حلو. طيب لو جيت اخد البوند انجل،
الزاوية دي. بمعنى ايه البوند انجل؟ تعالوا برضو، البوند انجل ان انا طبعا اي انجل عايز اقيس على ثلاث نقط، صح؟ عايز اقيس على ثلاث نقط عشان اقيس الانجل ما بينهم، اهو كده، دي انجل. طيب الثلاث نقط بتوعي مين؟ بيقول لي لو جينا مثلا كده، ادي تريبل بوند، دي سي وسي ودي اتش. قال لي انت عايز تقيس الانجل ما بين دي ودي اللي في النص ودي كمان النقطه الثالثه. الانجل دي طبعا افقيه، خط واحد، دي بتكون ب 180 درجه. 180 درجه، طيب تمام. امال الثانيه كانت ايه؟ اللي كان مثلث مسطح. حلو، كان مثلث مسطح اهي اهي، تمام، تريجونال بلانر اللي كانت الاس بي 2. يا ريت تحفظ الاشكال دي، تبقى في دماغك دايما وحاضره الفكره. لو است دي او است دي او است دي، نظريا طبعا هندسيا الشكل ده بياخد 360 درجه، مجموع الزوايا المتجمعه حوالين النقطه 360 درجه، قسمها على الثلاثه تطلع كل زاويه ب 120 درجه، ب 120 درجه، تمام. يبقى كده في الشكل تريجونال بلانر في التهجين الاس بي 2 بتكون الزاويه اللي عندي كام؟ 120 درجه. طيب في التيتراهيدرال، لو قعدت للصبح ارسم لك واحسب لك واقيس لك انا واعمل لك حسابات هتوه مني. احفظ التيتراهيدرال 109 ونص، 109 ونص درجه تقريبا، 109 ونص درجه، دي الزاويه ما بين اي اثنين هيدروجين مرورا بالكربون اللي ما بينهم، او اي اثنين اتوم مرورا باتوم ثانيه في السنتر ما بينهم. لو قلنا الكربون دي كده في المثال، تمام. طبعا انا لو قلت لك لو ده مسطح كانت هتبقى دي ب 90، بس دي مش ب 90 لان قلت لك الشكل بيبقى واخد شكل مجسم ثلاثي الابعاد. يبقى كده الزاويه دي كده 109 ونص. حلو قوي، ده كله في التهجين الاس بي 3. تعالوا كده ناخد عدد الباي بوند. طبعا كل الروابط في التيتراهيدرال سيجما، فما فيش كلهم روابط سنجل، ما فيش معاهم باي بوند، يبقى عدد الباي بوند في الاس بي 3 صفر. طيب اقول لك على هنت كده سريعا، الاصل في التهجين، خليها يعني كده، الاصل في التهجين اس بي 3. طيب اي رقم ينقص من البي هيكون راح باي بوند. حلو، يبقى كل التهجينات لازم يبقى فيها اس، فالاس مش هيحصل فيه اي نقص. اللي بينقص معايا مين؟ هو الرقم اللي فوق البي. اللي فوق البي لو نقص بقى 2 من 3 نقص 1 هتلاقيه هي الباي بوند. طيب لو من 3 بقى 1، ما هو هنا 1 مش مكتوب، يعني ناقص 2، ال 2 هتلاقيها هي 2 باي بوند. تمام، ده المنطقي لان انا سبته اصلا وما عملتلوش تهجين من البي عشان يعمل لي الباي بوند. الامر اللي هو ان هايبرتايزد اوربيتال هو اللي بيشكل لي مين؟ الباي بوند. طيب ممكن يقول لك احسب لي الاس كاركتر عادي او الاس بيرسنت. الاس بيرسنت او الاس كاركتر حسابيا ده اوربيتال جاي من اس مع 3 من البي، يعني كام؟ 4 اوربيتال. طيب انا عايز احسب فيه كام في المية منه اس؟ خلاص، 1 على 4 يعني فيها ال 25%، 1 على 4 في 100. طيب ده 1 على 1 و2 3 يبقى 1 على 3 ب 33% نسبة الاس كاركتر، لكن ده 1 اس و1 بي يبقى 1 على الاثنين اوربيتال، ما هو دول 2 وانا عايز احسب الاس ما فيهوش الا اس 1، يبقى كده ده نص، يبقى 50% منه اس. تمام، حته الاس كاركتر دي هو هيبقى الارقام 25% 33.33 وكمان اخر حاجه اللي هو الاس بي هيكون نص، هيبقى 50% اللي هو كريشيو نص. تمام، طيب
ادي الاكزامبل. لو قلنا مثلا ميثان، الايثيلين، اسيتيلين، او مش شرط يعني، اهم حاجه يبقى فيه المنظر ده. ده كده ياكل. طيب حاجه اخيره، بيقول لي هنا ما بيسالنيش عن الباي بوند، بيسالني عن النمبر اوف هايبردايزد اوربيتال. الاس بي سي انت عملت ميكسنج لكام؟ لواحد من الاس مع ثلاثه من البي، يبقى لازم يطلع لك اربعه هايبردايزد اوربيتال اس بي 3، اربعه. طيب في الاس بي 2 خلطت واحد من الاس مع اثنين من البي، اداني ثلاثه هايبردايزد اوربيتال، كل واحد منهم اسمه اس بي 2. يا ريت الحته دي تبقى في دماغك. طيب في الاس بي خلطت واحد من الاس واحد من البي، هيديني اثنين اوربيتال، كل واحد منهم اسمه اس بي، يبقى اداني اثنين هايبردايزد اوربيتال. انا ممكن اعقد لك الموضوع شويه، قول لي في كل تهجين قد ايه عدد الان هايبردايزد اوربيتال في البي. في الاس بي 3 لا، الان هايبردايزد اوربيتال الان هايبردايزد كام؟ خدنا كل بتوع البي، ما فيش. في الاس بي 2 سيبنا واحد من البي، في الاس بي سيبنا اثنين من البي. تمام، برضو دي تبقى في دماغك انك انت تعمل المقارنه دي بسرعه. تمام، مقارنه ما بين الاس بي والاس بي 3 والاس بي 2. طيب تعالى كده بقى، ازاي نعرف الهايبردايزيشن بتاع اي اتوم؟ كربون، اكسجين، نيتروجين. مش هتسمع الكلام ده غير هنا وانت مغمض، هتبص خطوات بسيطه ازاي تعمل ديتيرمايننج للهايبردايزيشن اوف ان اتوم جوه الموليكيول. بيقول لي تو ديتيرماين ذا هايبردايزيشن اوف اتوم فور ا جيفن اتوم، اي اتوم جوه الموليكيول، هتعمل ثلاث خطوات، ثلاث خطوات تمشي عليهم بالترتيب. الثلاث خطوات هم ايه؟ رقم واحد، عد لي عدد مين الكونكتد اتومز. ما تعدليش البوند، انا ما يهمنيش عدد البوند. بمعنى انا لو جبت لك استراكشر كده، كده سي وهنا سي وسي، ركز لي على دي، ركز لي على الكربونه دي متصله بكربونه اتنين تلاته، يبقى تقول لي عدد الكونكتد اتوم ثلاثة اتوم. انا عايزك تجيب لي عدد الكونكتد اتومز، مش عايز اقول لك انا عايز دي كام بوند، لا انا عايزك تعد لي كل اتوم اتوم عاديه. طب كويس. رقم اثنين، عد لي عدد اللون بير الاتاتشد للاتوم اللي انت مهتم بيها دي. ماشي، اجمع الارقام اللي جبتهم من واحد واثنين. تمام، اجمع لي عدد الكونكتد اتومز على عدد اللون بير. طيب الارقام اللي هتطلع لو هو أربعة، ده يمثل عدد الهايبردايزد اوربيتال، وكان بيساوي أربعة في مين؟ في الاس بي 3. ولو طلع الرقم ثلاثة هيبقى الاس بي 2، ولو طلع المجموع اللي فوق ده اثنين يبقى اس بي. نقولها مرة تانية، نقولها مرة تانية، التكرار مش وحش، التكرار عشان احفظ وافهم، بس لازم يبقى الحفظ مبني على فهم. يبقى انا عشان اعرف الهايبردايزيشن بتاع اي اتوم هجيب لك، ما تقلقش انا جايب لك اكتر من اكزامبل هتطبق عليه دلوقتي. ازاي؟ انك انت ازاي تحسب بالظبط الهايبردايزيشن بتاع اي اتوم بسرعه. يبقى احنا قلنا ايه؟ رقم واحد، هتعد لي عدد الكونكتد اتومز للاتوم اللي انت مهتم بيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، تعد لي عدد اللون بير. طيب اللون بير ازاي؟ بيقول لي بص، يعني انا لو عندي نيتروجين اتوم عليها لون بير واحد، خلاص هو واحد، ده هيتعد بواحد، مش تعد لي اتنين الكترون، لا انا عايزك تعد لي لون بير، انا بعد بيرز. تمام، يبقى انا بعد ازواج، يبقى انت هتتعد لي ده واحد. طيب النيتروجين اللي عندي دي لو كانت عامله ازاي؟ لو هي نيتروجين ماسكه مثلا كده ان، وادي دبل بوند سي وهنا اتش، والنيتروجين عليها لون بير، عد لي كده بقى العد اللي احنا عملناه، عد لي عدد الكونكتد اتومز. بيقول لي رقم واحد، عدد الكونكتد اتومز واحد اتنين، دول اللي ماسكين في مين؟ في النيتروجين دي.
2. طيب اجمع لي الرقم ده على مين؟ على عدد اللون بير، عليها لون بير واحد، النيتروجين عليه لون بير واحد بس، يبقى زائد واحد. الرقم طلع كام؟ طلع 3. بيقول لي الثلاثة لو طلع المجموع 3 يبقى دي SP2، يبقى النيتروجين دي SP2. طيب الكلام ده منطقي؟ منطقي جدا، لان كمان عندي واحدة باي بوند، الباي بوند بتبقى عددها واحد بس في الـ SP2 hybridization. تمام؟ يبقى بجمع عدد الكونكتد اتوم، بجمع عليهم عدد اللون بيرز اللي عندي، واشوف المجموع ده لو كان 4 يبقى SP3، لو كان 3 المجموع يبقى SP2، ولو كان المجموع 2 يبقى SP hybridization. طيب لو لقيت الاتوم اللي بتاعتك دي مش ماسكه غير من خلال 1 بوند، يبقى وانت مغمض دي 99% هتكون هيدروجين اتوم. ليه؟ اهو بصينا مثلا في كربونه ماسكه كده، لو جيت بصيت على الهيدروجين دي فدي مش ماسكه غير من خلال 1 بوند، يبقى انا مش محتاج لا اجمع ولا اعمل دي هيدروجين. تمام؟ واحد هيقول لي طيب لو كان هالوجين، لو كان هالوجين ماشي، تعال نبص على الهالوجين. والهالوجين برضو بيمسك من خلال 1 بوند، لو قلنا مثلا كلورين، بس الهالوجين بيبقى عليه 3 لون بير، 3 لون بير. تمام؟ ما تنساش الحته دي، طبق عليه برضو نفس القاعده، لكن الهيدروجين ليه وضع تاني، لان الهيدروجين ما بيحتاجش تعجين، بيتفاعل مباشره بالاس اوربيتال اللي عنده. كويس؟ طيب بيقول لي لكل قاعده ليها اكسبشن، الاكسبشن الوحيد للقاعده بتاعتنا بتاعه انك انت اجمع لي عدد البوند، اجمع لي مش عدد البوند، عدد الكونكتد اتومز، واجمع لي عدد اللون بير، بيكون الاكسبشن الوحيد لو بقت الاتوم اللي عليها اللون بير سواء الاكسجين او النيتروجين adjacent لباي سيستم او باي بوند، بمعنى ما تبقاش هي بارت من الباي سيستم، هي مش هي الباي سيستم، يعني دي مش او لا ده هي اهي اكسجين ماسكه في سنجل وبعدها دبل بوند في باي سيستم حوالين منها. تمام كده بيقول لي ده مش وضع ثابت، الوضع الثابت ان دي بتيجي كده ودي بتكسر هنا، فهتلاقي ان الاكسجين بتاعتك دي ماسكه في وقت، يعني في وقت من الاوقات كده. طبق بقى القاعده بتاعتك الحلوه كده وريني هتعمل ايه. هتلاقي ان دي تهجينها مش SP3 زي ما هتحسب هنا، لا هتلاقي التهجين بتاعها SP2. يا عم ازاي؟ ما هي دي بقى الفكره، ان لان اللون بير دول في كونجيجيشن ما بينهم سنجل بوند مع دبل بوند او مع باي سيستم، فده بيخليها تدخل في قصص كبيره. بيحصل الكلام ده في الاكسجين وفي النيتروجين. بص برضو النيتروجين بتاعه الامايد، النيتروجين بتاعه الامايد برضو هتيجي اللي هو اللون بير في الكترون هنا، والالكترون دي هتيجي هنا، فهتلاقي الكلام كله على دي، دي خلاص احنا خلصانين منها مفيش مشكله، الكلام كله على النيتروجين، هي NH2 بس ماسكه كمان بكام بوند سنجل، اهي دي واحد واثنين هيدروجين ثلاثة وواحدة لون بير، يبقى المفروض SP3. تمام، ولكن عشان هي في كونجيجيشن او دايركتلي ادجيسنت لباي بوند فدي هتخلي التهجين بتاعها SP2. يا ريت الموضوع ده ما يبقاش كونفيوزد بالنسبة لك مع مين؟ مع اصلا لو كانت دي هي اصلا جزء من دبل بوند، او هي كونكتد لدبل بوند مباشره، او البوند بتاعتها اصلا دبل، او لو كانت زي الاكسجين في الالدهايد. تمام، دي بيبقى لها برضو نفس الحسبه، دي عاديه، لكن دول هم الاكسبشن، دول هم الاكسبشن سواء كان فاينايل الكول او كان امايد. طيب تعالى كده سؤال على السريع، بيقول لي انديكيت هايبرديزيشن اوف نيتروجين اتوم بتاعت مين؟ بتاعت ال NH2 على حلقة البنزين، دي هيبقى عليها لون بير. طيب عد كده التطبيق العادي، واحد لون بير، واحد، وادي تلاتة اتوم، الكربونة دي تتعد بواحد، ودول اتنين يبقوا تلاتة، تلاتة واحدة لون بير يبقى اربعة، يبقى وانت مغمض تقول لي SP3، انت مغمض تقول لي SP3 وانا مغمض اقول لك غلط. ليه؟ لان دي اكسبشن. اكسبشن ليه؟
يا راجل انت مش مالي عينك، حلقة البنزين مليانة باي بوند، مش مصدق ان دول كلهم باي سيستم؟ مش مصدق؟ لا، فدي كمان هتبقى التهجين بتاعها اس بي 2 مش اس بي 3. تمام، تعالوا كده بقى. بيقول لي ايه؟ indicate the hybridization of each atom، كل اتوم ايدك تيجي عليها قول لي على التهجين بتاعها. طبق القاعده بتاعتنا، طبعا كل نيتروجين بيبقى عليها لومبير، مش مجبر يعني، انا مش لازم اجيبهم لك مرسومين. تمام، انا مش مطلوب مني ارسم لك اللومبير بتوع الاكسجين وبتوع النيتروجين، انت هتبقى فاهم بنفسك بعد كده، عينك هتاخد، هتعرف من الجيومتري، هتعرف من اكتر من حاجه. دول كلهم سهلين، تعالوا بس نشوف دي. دي الى حد ما مراوغه شويه. طيب، وما تنساش الاكسبشن، ما تنساش الحالات الاكسبشن. طيب بيقول لي ايه؟ لو عندك مركب زي ده بيسموهم الالينز. الالينز دي بتبقى الكربون اللي في النص ماسكه بدبل بوند من هنا ودبل بوند من هنا. ايه القصه وايه التهجين بتاعها؟ بيقول لي ركز، الكربونه دي ماسكه بكام كربون ثانيه؟ ماسكه، يعني احنا لو جينا لدي احنا اللي مهتمين بيها دلوقتي، عايزين نعرف التهجين بتاعها. طب القاعده بتاعتنا ماسكه باتوم الثانيه، يبقى ماسكه باثنين اتوم. اثنين في حاجه ثانيه؟ لا، في لون بير على الكربون، الكربون معلوش لون بير. يبقى كده لما عدد الكونكتد اتوم بيساوي اثنين يبقى التهجين بتاعها اس بي. طيب واحد يقول لي لا انا عندي فكره اسهل، بدل ما اقعد احسب الحسبه بتاعتك دي كلها، ادي عندي واحده سيجما يبقى دي باي، دي واحد، ودي واحده سيجما والثانيه باي يبقى اثنين، الحاجه اللي فيها اثنين باي بالنسبه لدي فيها اثنين باي يبقى دي اس بي. براحتك، براحتك جدا. واحد يقول لي انا لا هعد باي ولا هعد غيره، انا همشي بشكل المركب، الجيومتري بتاعت المركب. الزاويه هنا كام؟ 180، يبقى اس بي معتمد على قيم الزوايا. تمام، الزاوية هنا كام؟ مثلا لو جينا للكربونة دي 120، يبقى دي اس بي 2. براحتك، براحتك، أنا عايزك براحتك. طب لو جيت هنا برضو لينير يبقى اس بي عادي، أنا مش معارض. لو أنت عارف تحل بطريقة معينة حل بيها. دول كلهم اس بي، كله نيتروجين أو غيره، كله اس بي في المركب اللي هو الدايسيانو أستيلين. تمام؟ مركب زي الفينايل استيلين ده اس بي وده اس بي. طب ده اس بي 2 لان ده عامل زاويه. تمام، طب عليه القاعده بتاعتنا هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. تمام، امسح لك كل الكلام ده كله، وقف الفيديو وحل الحاجات دي وقول لي لو حاجه منهم وقفت معاك، اشيل لك انا كل الكلام ده كله عشان تحل براحتك خالص. طبق بس القاعده دي، مهمه قوي تعرف تطلع التهجين بتاع اي اتوم. تمام ماشي، هبين لك كمان بقية المركبات اللي تحت. وقف الفيديو وحلهم بنفسك، ولو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنتات. طيب بيقول لي خلي بالك بس حتة مهمة عشان ما تتوهش مني في التهجين والكلام ده كله، ما تنساش إن التريبل بوند أقوى من الدبل بوند، أقوى من السنجل بوند. ده الأوردر، ده السترينث. طيب واحد يقول لي ده فيه كام واحدة؟ ده فيه واحدة سيجما واتنين باي. ده فيه واحدة باي وواحدة سيجما، ده ما فيهوش ولا واحدة باي، ده كله سيجما. طيب القوة، لما بعد القوة بعد القوة بعدد الروابط، بعدد الروابط. يعني الكربونة دي ماسكة في الكربونة التانية بثلاث روابط، فدي قوية جدا، أقوى من اللي ماسكة باتنين بوند، أقوى من اللي ماسكة بوبوند واحدة. تمام، بيقول لي كمان أهي الباي بوند كام فروم سايد واي أوفرلابينج أوف unhybridized orbital، وعشان كده بتبقى weak bond، وعشان هي weak bond فبتبقى more reactive، بتبقى more reactive. هنفهم بإذن الله المحاضرة الجاية إزاي بيحصل sideway overlapping، إزاي overlapping بيبقى sideway، وهل في overlapping غير sideway، ده اللي هنفهمه في المحاضرة الجاية. حل الأسئلة، ولو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنتات، بإذن الله هرد عليك أول ما هشوف الكومنت بإذن الله. أتمنى من الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.